بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. كما قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: يا جابر أضف إليها 13 اسما، فما ذكر أحدكم هذه الكلمات عند نازلة أو شدة إلا أزاحها الله عز وجل عنه بشرط 13 اسما. فلنرجع إلى الرواية التي رويت في كتاب وسائل الشيعة. قال الأمير علي بن أبي طالب عليه السلام: ما ذكر أحدكم هذه الكلمات عند نازلة أو شدة من هذه الشدائد إلا أزاح الله عز وجل عنه حتما يقينا قطعا. وهذه الشدائد شدائد الدين، شدة المرض، شدة عدم الاستقرار الأسري، شدة عدم الزواج، شدة بأنها كبرت في السن ولم تتزوج بعد، شدة الطلاق لا سمح الله، شدة الأولاد وضياع الأولاد، أو لدي أحد خلقه سيء، تصرفه سيء، يؤثر على العائلة، يؤثر على الزوجة أو الأولاد إلى غير ذلك، شدة الخلاف بين الجيران، مشكلة في الدائرة، على كل أي نازلة أو شدة إلا أزاحها الله عز وجل عنه، ولكن بالشرط يا جابر أضف إليها 13. الدعاء ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحصنت بالملك الحي الذي لا يموت، واعتصمت بذي العزة والعدل والجبروت، واستعنت بذي العظمة والقدرة والملكوت عن كل ما أخافه وأحذره. ثم تقول: أسأل الله ذلك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ثم تذكر هذه الأسماء إلى الإمام الحجة المهدي المنتظر عليه السلام، لأن جابر ماذا قال للإمام علي عليه السلام؟ قال له جابر: يا أمير المؤمنين، أذكر هذا الدعاء لوحده؟ قال له الإمام علي عليه السلام: أضف إليها، أضف إلى هذا الدعاء، إلى هذه الكلمات، أضف إلى هذه الكلمات، أضف إليها 13 اسما، يعني اسمه مع 13 يكونون 14 معصوم، فأضف إليها 14 معصوم أسماءهم الشريفة. وإذا بالله عز وجل لابد حتما ويقينا يبعد عنك هذه النازلة، يزيح عنك هذه الشدة مهما كانت، وترى روح الفرج وقضاء الحوائج. تحصنت بالملك الحي الذي لا يموت، واعتصمت بذي العزة والعدل والجبروت، واستعنت بذي العظمة والقدرة والملكوت عن كل ما أخافه وأحذره بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى القائم المهدي المنتظر عليه السلام. برنامج صباحات والأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.